دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات. على الرغم من أن الشيء الأكثر خطورة والأكثر إثارة للاهتمام هو أن الذئاب تصطاد في مجموعات، يستخدمون مجموعة متنوعة من الأساليب بما في ذلك الملاحقات المتناوبة والكمائن والهجمات من اتجاهات مختلفة. بشكل عام فرص الذئاب ضيقة جداً. هؤلاء الإخوة في الغابة هم من الصيادين الجيدين لدرجة أنهم يصطادون لأنفسهم موساً وثوراً ضخماً، ناهيك عن الغزلان الأصغر. حسناً، الأرانب والثعالب كذلك، إنها حقاً آلات قتل فتاكة. تم ترتيب العلاقة في القطيع بشكل مدهش بين الذئاب. هناك دائماً تسلسل هرمي واضح ويتبعه جميع الأفراد. في المستوى الأول هناك حيوانات صغيرة يصل عمرها إلى عام واحد، يتم تربيتها وتدريبها من قبل القطيع بأكمله. أعلى قليلاً من المراهقين الذين يبلغون من العمر سنة واحدة، إنهم يعرفون بالفعل كيف يصطادون، لكنهم عادة ما يتركون في العرين مع الحيوانات الصغيرة. أعلى من ذلك الذئاب من عمر 2 إلى 3 سنوات، هذه بالفعل ذئاب ذكية وقوية. العمود الفقري للقطيع والوحدة القتالية للعشيرة من أسباب نجاح تلك المفترسات الشرسة. في القمة يوجد الزوجان المهيمنان، آباء جميع الأجيال. إذا أراد ذئب ما في المجموعة تكوين مثل هذه العائلة، فإنه يترك منزل الوالدين ويصبح وحيداً. لكن زعيم القطيع يمكنه طرد الذئب بنفسه. هذا يحدث عادة بسبب العدوان غير المبرر. في هذا المقطع حاولت أن أريكم ليس فقط صيد الذئاب الرمادية، ولكن أيضاً أن أخبركم عن علاقتهم في القطيع والسلوك وطرق الاتصال وتنسيق الإجراءات وجميع الحقائق غير المعروفة عن قطيع الذئاب. تعرف الذئاب بأنها أحد نوعي الحيوانات البرية آكلة اللحوم التي تنتمي إلى عائلتي الذئب الرمادي والذئب الأحمر، ويعد الذئب أحد فئات فصيلة الكلبيات التي تضم الثعالب والذئاب.